السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. سؤال اليوم، تعرف على شكون هاد اللعاب الرجاوي من خلال هاد الصورة هذه؟ أصحاب الإجابات الصحيحة غادي نعرضوا الأسماء ديالهم في الفيديو القادم إن شاء الله. الرجاء يتجه إلى السفر عبر التي جي في من أجل مواجهة طنجة. من المنتظر أن يتوجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم إلى مدينة طنجة عبر قطار البراق، وذلك من أجل مواجهة فريق اتحاد طنجة بعد غدة ثلاثاء في إطار الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية إنوية. وذهب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خلال تنقلاته الأخيرة إلى عاصمة البوغاز إلى حجز قطار التي جي في من أجل تفادي إرهاق السفر وخاصة ربح الوقت، على اعتبار أن المدة الزمنية بين البيضاء وطنجة عبر القطار الفائق للسرعة هي 2:15. وسافر الرجاء الموسم الماضي إلى شمال المملكة خلال تنقله إلى تطوان وطنجة من أجل مواجهة المغرب التطواني والفريق الطنجي على مرتين عبر قطار البراق. وتسبق حافلة الفريق الأخضر اللاعبين والطاقم التقني إلى طنجة من أجل استقبال في محطة القطار ونقلهم إلى الفندق. أحداد يفرض نفسي على عمودة لملأ فراغ الكعبي. يستعد الناخب الوطني المحلي الحسين عمودة للكشف عن قائمة اللاعبين للمشاركة في المعسكر التدريبي بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحضيرا لنهائيات كأس العرب. ومن المنتظر أن تزين لائحة المدرب عمودة بخدمات حميد أحداد لاعب فريق الرجاء الرياضي بعدما وقع على بداية قوية رفقة النسور الخضر في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وقد يوجه الناخب الوطني المحلي الدعوة للاعب حميد أحداد لملء الفراغ الذي تركه رحيل المهاجم أيوب الكعبية إلى فريق هاتاي سبور التركي خلال مرحلة انتقالات الصيفية الماضية. ويوقع اللاعب أحداد على انطلاقة قوية خلال الموسم الجديد رفقة النسور الخضر، وذلك بعدما سجل 3 أهداف في مباراتين في الدوري الاحترافي بعدما غاب عن أول مواجهة أمام يوسف زبر رشيد بسبب عدم جاهزيته بدنيا لخوض هذه المباراة. ويترقب جمهور الرجاء مشاهدة اللاعب المذكور ضمن قائمة المنتخب المحلي الذي سيشارك في نهائيات كأس العرب التي ستقام في الفترة ما بين 30 نوفمبر و 18 من دجنبر المقبل. الشابي يوجه إنذارا إلى بن حليب بعد احتجاجه على تغييره في مباراة الشباب السالمية. وجه التونسي سعد زرد الشابي مدرب فريق الرجاء الرياضي إنذارا للاعب محمود بن حليب بعد احتجاجه على تغييره في الشوط الثاني من مباراة الشباب الرياضي السالمية. وحسب مصدر مقرب من النادي الأخضر، فالشابي طالب بن حليب باحترام اختياراته الفنية سواء قبل أو أثناء المباراة. وأضاف ذات المصدر أن المدرب التونسي أخبر المهاجم الرجاوي بكونه لن يقبل بتكرار ما قام به عند استبداله في مباراة الشباب السالمية. وساهم بن حليب بشكل كبير في فوز الرجاء بالمباراة رغم تغييره في الدقيقة 59، حيث كان وراء تمريرة الهدف الأول بالإضافة إلى حصوله على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني. وبدأ بن حليب غاضبا من تغييره لحظة توجهه نحو دكة البدلاء قبل أن يتدخل مساعد المدرب هشام أبو شروان لتهدئة اللاعب. العرجون يغيب عن مباراة الرجاء واتحاد طنجة لعدم اكتمال جاهزيته. تأكد بشكل نهائي غياب اللاعب عمر العرجون متوسط ميدان الرجاء الرياضي عن مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة بعد غدة ثلاثاء بذاع الإصابة ضمن المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية القسم الأول. ولا زال سقاء النسور الخضر يخوض تدريبه بشكل انفرادي، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى التدريب الجماعي لكتيبة النسور الأسبوع القادم في أفق الاعتماد عليه في المباريات الرسمية. الرجاء يتلقى دفعة معنوية قوية جديدة قبل قمة اتحاد طنجة. تلقى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خبرا سارا قبل المواجهة القوية التي ستجمع النسور الخضر بمضيفهم اتحاد طنجة
الثلاثاء المقبل برسم مباريات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية. وبات بإمكان التونسي سعجرد الشابي مدرب النصور الخضر الاعتماد على خدمات مدافع جمال حركاس بعد تماثل للشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة أمام يوسف زبرشيد، حيث خاض أمس السبت حصة تدريبية رفقة المجموعة. وكان اللاعب حركاس الذي تعاقد معها النادي الأخضر خلال مرحلة انتقالات الصيفية قادما من المولودية الوجدية، قد تعرض للإصابة في مباراته الأولى أمام يوسف زبرشيد لحساب الجولة الأولى من الدوري الاحترافي. صحيفة إماراتية: مالانغو الشارقة، بوغبا الدوري. كشفت صحيفة الرؤية الإماراتية أن محترف الشارقة الكونغولي بن مالانغو يظهر في دوري أدنوك للمحترفين بتسريحة شعر يقلد فيها قصة شعر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، موضحة أن هناك العديد من القواسم المشاركة بينهما أبرزها التشابه في الشكل. وأشارت الصحيفة أنه بخصوص الفوارق بين اللاعبين على أرضية الملعب، نجد أن خانة مالانغو هي الهجوم الصريح، بينما بوغبا لاعب خط وسط ارتكاز، غير أنه يمتلك النزعة الهجومية، بينما يمتاز المهاجم الرجاوي السابق بالنزعة الدفاعية في حال انقطاع الكرة من زملائه برجوعه للمناطق الخلفية لفريقه لإفساد هجمات المنافسين. وأضاف المصدر نفسه أنه من أبرز الفوارق كذلك بين اللاعبين هي رقم قميص كل واحد منهما، موضح أن بوغبا يحمل في منتخب بلاده وفريق اليونايتد الرقم 6، بينما مالانغو يرتدي مع الشارقة الرقم 28 ومع منتخب بلاده الرقم 9.